تمام، مساء الخير طلابنا الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بصحة وسلامة، مشتاقين أكيد، أتمنى لكم كل التوفيق. شوية لازم نكثف جهودنا الفترة، أتخيل دخلنا في مرحلة حرجة، لأنه حسب توصيات وزارة التعليم العالي أنه أكدت على الامتحانات راح تكون يوم 26/7، ما باقي لكم شيء. راح تصير أكيد امتحانات فصلية قبل ما نبلش بالامتحانات النهائية، لأنه اعتمادنا بدرجة السعي وبدرجة الامتحان النهائي على المادة النظرية. صح فاتتكم المادة العملية هالسنة، لكن إن شاء الله تقدرون تعوضوها بالمستقبل القريب. أرجو شوية تتابعون الباوربوينت، يعني كألاحظ قسم من عندكم قد تصير حل الكويزات إنه فقط مجرد يشوف السؤال ويجاوب عليه يفتح له المحاضرة بدون ما يشوف شنو أنا قاعد أحكي بالباوربوينت. ترى الباوربوينت قاعد أحكي بيها شغلات مهمة، وهاي شغلات أركز عليها دائما بالامتحانات، فأرجوكم تتابعون ويانا شوية تعبون حالكم. يعني هي أتخيل ما قد تتجاوز العشرين سلايد، أو إذا حتى لو تجاوزت العشرين سلايد فمجموعة من السلايد راح تكون هي عبارة عن كويزات أو تعليمات. فيعني لو كل يوم تقعدون تقرأ لكم سلايدين، هم نهاية الأسبوع تكونون تلحقون تجاوبون. أما بالنسبة للمتأخرين بالإجابات، رجاء يعني احترام الوقت كلش ضروري، ما قاعد اعطيكم قاعد اقول لكم ورا يومين ينطوني جواب، قاعد اخليكم اسبوع، يعني معقوله خلال اسبوع، والاغلبيه ما شاء الله عليكم اخر ساعه من اليوم اللي مقرر اخر ساعه قد تلحقون على الاجابه. افتهم يعني شنو، دير بالكم تقولوا لي ما عندنا مجال وما قال لحق. ترى بقيت الاساتذه انتبهت عباره عن مجرد محاضرات، وانتم اكيد يعني اقصها لايدي اذا احد بيكم يفتح محاضره ويقراها، واذا تقروها يشكل من جوه الخشم. فاكيد عندكم مجال، ومجال واسع هسه، مو مثل ايام زمان 24 ساعه قاعدين بالبيت نايمين جسمكم مرتاح. ما عندكم بركض على مراجعين وماتيريال وشغل وما اعرف منو، يعني اكيد انا عندكم مجال كلش واسع للنظري. هي فترة شهرين مو اكثر، شوية نتعب حالنا بيها على ما نقدر نتجاوزها بكل سهولة. صح جايتكم فرصة ذهبية، بس هاي الفرصة الذهبية ما ممكن تعبر اذا ما انتم تقرون شوية تعبون حالكم. تمام، اول شيء راح نحكي على الكويز ماتيريال فور ذس ليكتشر. هالليكتشر راح يصير عباره عن اسئله عمليه اضافه على هاي المحاضرتين، الاورثوبانتوموغرافي الاو بي جي يعني، والاكستراكشن الاورثودونتكس. تعذروني صار عندي خربطه بالذاك الاسبوع، خليتكم كلاس 3، نسيت شويه من الانشغالات صار عندي خربطه، بس هالاسبوع راح اعوضكم على المحاضره اللي فاتت. اذا راح تصير الكويز هالاسبوع بالاكستراكشن الاورثودونتك اند الاو بي جي. اي سؤال اي استفسار التليجرام موجود، تقدرون تجاوبوني عليه او ترسلوني عليه واقدر اجاوبكم، بس انطوني شوية صبر لا تستعجلون، اجاوب كل شخص بوقته بمجال. ها نبدي للاجوبة مال الامتحانات السابقة. يعني شوية طبعا الامتحانات الأسئلة النظرية الأغلبية مجاوبين صحيح، ما عدا كم شغلة يعني مثلا طلبت من عندكم classification of crowding حسب الإتيولوجي، اللي مسطر لي mild, moderate, severe, primary, secondary هذا يعتبر خطأ. رجاء الجواب دقيق، أنا ما طلبت classification of crowding in general تكتبوا لي mild, moderate, primary, secondary وtertiary، لا أنا طلبت حسب الإتيولوجي. رجاء يعني ترى السؤال كله سهل، حرامات تضيعون شكل درجات على سخافة، يعني شوية واحد يقرأ يتعب حاله. حسب الإتيولوجي قلنا primary, secondary, tertiary، حسب السيفيريتي أو السبيس الريكوايرد mild, moderate and severe، هاي واحد. وطلبت من عندكم label the names، يعني لو تنتبهون اكو شغلات ما موجوده داخل المحاضره بس انا حاجتها بالمحاضره. يعني من قلت لكم البرايمري هي عباره عن environmental او hereditary، تمام، لكن من اقول لكم secondary لازم تقولوا لي acquired او يكون developmental. يعني هاي شغلات انا حاجتها بداخل الباوربوينت بس يمكن ما موجوده نصا داخل المحاضره. من اقول لكم تيرشري تقولوا لي يعني هو lower incisor late crowding. التسميات رجاء كلش مهمه، لانه هاي التسميات اساس التقويم، اساس ماده التقويم اللي لازم انتم تعرفوها. يعني انتم من بعد 20 سنه حتى لو ما اختصيتوا بالمجال، لكن انت كطبيب اسنان معروف
انه واحد من يقول لك تيرشري كراودينج، انت تعرف انه هي اللور انسايزر ليت كراودينج اللي تصير بعمر العشرينات، تمام؟ هاي كأسئلة نظرية، بس البقية ان جنرال مجاوبيها صحيح، ما عدا اللي ما قاري ومجاوب غلط هذا بعد ذنب على جنبه، هو حر بنفسه. يعني انا اكثر من هذا ما اقدر اتدخل بالمراجع بالطلاب. يعني انا قاعد تشوفون اللي مثلا شوي قاطو الخلق، اللي مثلا يدز جواب سريع وما مجاوب على الاجوبه، قاعد اطالب من عنده انه ينطي مجال نفسه يقرا بعد اكثر، ترى ما يراد لها شيء. صدقوني لو تقعدون ساعه على الماده تقدر تخلص. انا قاعد اخليكم هالشكل على مود بنتجي الامتحانات الفصليه، لان حيصير امتحانين فصليين، ما تتراكم عليكم، هاي مصلحتكم، بعد انتم احرار. زين، راح نيجي على الاسئله العمليه على مود لا يصير عندكم فد كونفيوجن معين. يعني تمام، ننتبه على السلايدات. رجاء رجاء، ترى الاسئله العملي اسئله بسيطه جدا، ما مطلوب من عندكم شروحات بقد راسي، لا يراد كلمتين او ثلاثه بس، يحتاج تدققون. يعني مثلا هذا السؤال، هذا اول صوره، هاي ناني، هذا منو، شو اسم الفيجر اللي كاتب لي بوكال كانال ريتراكتر؟ اي صحيح هو بوكال كانال ريتراكتر، لكن هذا البوكال كانال ريتراكتر اكو بيه نوعيتين، اكو نوعيه اسمها سمبل واكو نوعيه اسمها موديفايد، كل واحد يختلف عن الثاني يا عيني، صح ولا لا؟ اذا هذا شنو هو؟ هو الموديفايد بوكال كانال ريتراكتر، يعني اللي جاوبني بوكال كانال ريتراكتر بس المفروض اخليه له غلط، خطأ صفر. ليش؟ لانه اكو نوعيتين كل واحد يختلف شكله عن الثاني، يعني هاي الصوره هو الموديفايد وهاي الصوره هو السمبل. يعني بهذا السؤال هم الاغلبيه كاتبي لي بوكال كانال ريتراكتر، اي غلط، لازم تكتبوا لي هذا سمبل هذا موديفايد، هاي مشتغليها العام الكل يعرفها. يعني ما طالبة من عندكم فد معلومة خرافية، يعني ترى كلش بسيطة، اسمها Modified Vocal Canine Retractor. تربالكم تقولوا لي السيلف سبورتد وسبورتد، لا انتو لازميها، لا انتو شايفيها، لا انتو تعرفون شيء قياسها، لا تبين 0.7 لا تبين 0.5، كل شيء ما تبين، بس اللي يبين قدام العين واحد لازم يكتبه. اذا هذا شنو هذا الفيجر؟ اسمه Modified Vocal Canal Retractor. زين شو نسوي له Activation؟ يدي على Activation، لو تشوفون كل واحد كاتب لي نص صفحة، ما أحتاج نص صفحة، هي Activation تصير عن طريق هذا الكويل. أما Activation أسوي Coil Close أو Open، يعني لو بس تكتبوا لي Close Coil أنا خليكم في المارك. اللي كاتب الميجيال ارم يتحرك واللي لازم نحركه ثلاث ارباع المسافه، هذا كله ما نحتاجه، فقط اكتبوا لي كلوز كويل. اكو انواع من التريك، مثلا هذا فينجر سبرينج، هنا الحل مالته هو اوبن كويل، اكو فرق، يعني الزيت سبرينج اوبن كويل، لكن هذا كلوز كويل. البوكا كانال ريتراكتر الاكتيفيشن مالته هو كلوز كويل. نانا غلط كان اغلبيتكم بهاي الصورة مال بوكا كان سمبل، ما كاتبي لي انه هو سمبل، كاتبين لي بس بوكا كان ريتراكتر. الفانكشن مالته الاغلبية صحيح انه يسوي لي فقط مو يسوي ميجيو ديستال، هايش عندي لعبة، هي الفينجر سبرينج يسوي ميجيو ديستال، لكن بوكا كان ريتراكتر اما يسوي لي ديستال موفمنت، يعني يحركها ديستالي الكناين او يحركها ديستالي اند باليتالي فور ميجيالي انكلايند اند بوكالي مال بوست كناين، هاي الحل، هذا الفانكشن. السمبل شي يسوي ديستال موفمنت، الموديفايد يسوي ديستال زائدا باليتال ريتراكشن، هاي الفانكشن مالته. زين هاي الاخطاء مالتكم انك تتراكم شوي، لازم تنتبهون عليها، تكونون دقيقين، كلمتين مو هوايه، مو تسطروا الكلمات، وتكونون دقيقين بالسؤال. نيجي على هذا السؤال، هواي كاتبين كابل فور سيستم، انه بين الفينجر سبرينج والهاول ارتش، صحيح انا شرحت على الكابل فور سيستم، لكن انا الكابل فور سيستم قلت لكم تجي بين الاكشن اوف هاولي اند زد اور ريكيرف زد، وليس الفينجر. الفينجر يسوي ميجو ديستال موفمنت، ما يجي يسوي لابيولينجوال موفمنت. باعوا الكابل فور سيستم لازم عندكم يعني فيجرين، واحد يشتغل عكس الاخ، الزيت سبرينج والريجيرس سبرينج شي يسوي لي
يسوي لي ليبيال موفمنت، يعني الأسنان يقدمها لقدام. الهاولي آرش يسوي لي إذا يريد يشتغل يسوي لي لينجوال موفمنت، يعني يحرك الأسنان باليتالي. فإذا واحد عكس الآخر، لكن الفينجر سبرينج يسوي لي ميجو ديستال موفمنت. الميجو ديستال موفمنت ما تجي تصير كابل فور سيستم ويا الهاولي آرش. إذا الأكتف كومبوننت بهذا الأبلاينس الموجود هو جاست فينجر سبرينج، سمبل فينجر سبرينج، وليس الموديفايد. إن أكو سمبل وأكو الموديفايد أو يسموه الجاردد، هذا يسموه سمبل فينجر سبرينج. الهاولي آرش والآدم كلاسب هي الريتينتف كومبوننت. باعوا الهاولي آرش يصير كابل فور سيستم ويا زد والريكيرفت فقط، خلوها قاعدة ببالكم. وفينجر سبرينج واحدة يشتغل بدون كابل فور سيستم. وخلوها ببالكم اكو نقطة مهمة، انا دائما اقول انه كل واحد اكتف كومبوننت، واحد اكتف كومبوننت بالمقابل يشتغل عندي لازم اربع ريتينتف كومبوننت. هنا عندي اربع ريتينتف كومبوننت، عندي فقط تو ادمز، اذا احتاج الى ريتينتف كومبوننت اخر. الريتينتف كومبوننت بهذا الابلاينس هو الهاولي ارج، خلوها ببالكم. اذا هنا بهاي الصورة الاكتف كومبوننت هو منو؟ الفينجر سبرينج. الريتينتف كومبوننت هي الهاولي ارج وياها الادم كلاسب. إذا أكو سؤال، إذا أكو استفسار، أنا مستمرة وياكم بالامتحانات العملية. ترى ما قنقص وايد، لا عبالكم أنا قاعد أجيب ونقص متقصدة بتنقيص، ترى قاعد أنقص يمكن ربع أو ما قاعد أنقص مرات، لأنه أعرف إنه أنتوا أكو بكم ما يتذكر أو منكم ما متعلم بالطريقة الصحيحة. أنا مجرد أسوي ريفرشنج للإنفورميشنز، وإن شاء الله إذا يصير مجال راح أسويكم محاضرة خاصة مع العملي، اطمئنوا. تمام؟ يجي على السلايد. First exam رح تصير على Google Classroom. First exam اللي هي مال الفصل الأول، مواد الفصل الأول. هاي أنا عناوين المحاضرات. دربالكم أحد يسأل لي يا محاضرات داخلة بالامتحان، كتبت لكم راس الموضوع، عنوان الموضوع، لو تفتحون المحاضرة راسها موجود. يعني المحاضرة الأولى Diagnostic Aid Cases and Clinical Examination Assessment of Anteroposterior Jaw Relationship Dental occlusion, cephalometry, orthopantomography, study model, وintraoral radiography. هاي العناوين الرئيسية الخاصة مع الفصل الأول كلها داخلة بالامتحان الفصل الأول. الفصل الثاني اطمئنوا راح أعطيكم مواضيع، بس إن شاء الله مو كل المحاضرات، بعض من المحاضرات هاي مساعدة مني إلكم. تمام؟ الامتحان راح يكون على جوجل كلاس روم. الموعد راح أحدده بالأيام القادمة إن شاء الله، لأنه شوية قاعد ننتظر شوية التعليمات راح تجي من مجلس الكلية على متعرف نرسينا على بار من المقررات مالتهم. تمام؟ أي أسئلة أخرى فيما يخص الدرجات وما يخص طبيعة الامتحان أو طبيعة الامتحان النهائي أو مادة العملية لحد الآن مبهمة، لا تسألون لأنه ما تلقون الجواب، لا تتعبون حالكم. اطمئنوا، ترى أني من النوع اللي ما أخفي عن الطلاب أي معلومة، المعلومات كلها أوصلكم إياها. بمجرد ما أرسلي على بار أو على خطة بالعلاج مالتنا أو شو راح نمشي الدرس مالتنا ودرجات مالتنا بالنسبة السائي بالامتحان النهائي عملي نظري، كلها راح أوضح لكم إياها بالمحاضرات الجاية. فشوية صبروا، بس عليكم هسه حاليا تسوون الواجبات اللي عليكم، تقرون، تتهيئون. يعني أنا بالنسبة لي هذا الامتحان الأول مع الفيرست تيرم، المحاضرات أغلبيتها أنتم مفروض قاريها، لأن طلبت من عندكم كوزات على ما تطلعون على المادة، ما يصير صعب عليكم. أكيد رح يكون امتحان سهل، وآلية الامتحان وطريقة الامتحان كلها رح أشرح لكم إياها في وقتها إن شاء الله، اطمئنوا. تمام؟ بس خلوا ببالكم ترى مو بعيدة، هذا مع الأول امتحان قاعد حضرتكم إياها مو بعيدة، يعني ممكن يكون ورا أسبوعين. تمام؟ ونحدد لكم يوم وإن شاء الله يكون خير. تمام؟ إن شاء الله ما عندكم سؤال، ما عندكم استفسار، يعني إذا عندكم أي شيء تقدرون تراسلوني على الخاص من كل واحد من عندكم، وأنا مستعدة للإجابة. كل التوفيق. رح نبلش بالسلايد القادم اللي هو رح نبلش بالمحاضرات. أها. بقى. حكينا على الكلاس 1، حكينا على الكلاس 3، لأنه الكلاس 3 قصير، اليوم رح نحكي على الكلاس 2. الكلاس راح تشوفون اثنين وورد عندكم، محاضرتين اللي هي كلاس ديفيجن 1 اند كلاس ديفيجن 2، بس هي دمجت لكم اياها بالمعلومات المهمه. ارجع واقول ترى يعني المحاضره
خاصة ما صف خامس مال مادة الأورثو، يعني هي معلومات فكرية مجرد تفهموها، لأنه الأسئلة تجي أسئلة فهمية وليست أسئلة درخية، مو تجي تلزمني المحاضرة تقرأ ليها تحفظ ليها، ما تستفاد من عندها، مجرد معلومات. لهذا أنا قاعد أحاول أشرح لكم إياها على شكل كيسات، على شكل صور، على شكل معلومات مهمة، وألخص لكم إياها بالطريقة المناسبة على مود تسهل عملية الحفظ مالتكم، تمام؟ فأرجو تتابعون المحاضرة على مود تصير سهلة. ترى محاضرة كلش قصيرة، مع ان هي محاضرتين وردين، بس هي محاضرة بوحدها كلش قصيرة مو طويلة، وكلش سهلة وكلش سهلة، بس شوية بالمانجمنت راح تشوفون بالكلاس ديفيجن 2 شوية بيها صعوبة بالكلام، لكن انا شرحت لكم اياها بطريقة مبسطة وهاي المطلوبة، اكثر من هذا ما تحتاجوها، تمام؟ اي سؤال اي استفسار انا مستعدة للاجابة. راح نبلش اليوم بالسكند تايب اوف مال اوكلوجن بالانتروبوستيرير او ساجيتال بلين، يسموها بالبوزيتيف ساجيتال ديسكريبنسي. النيجاتيف منو كان؟ اكيد عرفناها بالكلاس 3، تمام؟ اللي هي الكلاس 2 مال اوكلوجن. بالكلاس 2 مال اوكلوجن راح نشوف عندنا عدة شغلات. احنا تعرفون اي شيء نحكي عنه، طبعا اكو سؤال كان سؤال نظري على التريتمنت، الأجوبة كلها ما عجبتني، لكن رح أشرحها بشوية لغة بالسلسلة القادمة. إحنا in general أي مال occlusion يجينا لازم نخلي بالنا فرعين، يعني رأساً يفرع دماغنا إلى فرعين، هاي لازم تخلوها بالكم. يا ترى أنا هذا المال occlusion قاعد أعمل ويا skeletal لو dental، لأنه يختلف كل واحد علاجه يختلف عن الثاني، واحنا هسه قاعد نحكي على التريتمنت وليس الدايجنوسيس، لانه حكينا على الدايجنوسيس بمحاضرات الدايجنوسيس، هسه راح نحكي تريتمنت، تمام؟ فاول ما حنبلش بالكلاس 2 راح ناخذ في الديفينيشن صغير، ننتبه. اول شيء الانجل كلاسيفيكيشن، نشوف هاي الصوره، الانجل كلاسيفيكيشن يختلف اختلاف او عكس اللي شرحناها بالكلاس 3. الكلاس 3 كان ميجيو اوكلوجن، هنا عندنا ديستو اوكلوجن، تمام؟ تشوفون انه الابر متقدم على اللور، بحيث الكاسب ميجيو بوكال كاسب صاير ان فرونت اوف ذا ديفلوبمنتال جروف، يسموها بالبوست نورمال او كلاس 2 انجل كلاسيفيكيشن. هذا الكلاسيفيكيشن هو دينتال، خلوها ببالكم، انجل كلاسيفيكيشن هو دينتال، هاي اسئله متكرره، انجل كلاسيفيكيشن هو دينتال مو سكليتال، تمام؟ ممكن يكون سكليتال، يعني ممكن يكون العكس الكلاس 3، الماكزيلا متقدمه، احنا قلنا بالكلاس 3 ماكزيلا راجعه، بالكلاس 2 ممكن الماكزيلا متقدمه، او العكس انه المانديبل راجع، بس اغلبيه الكيسز اوف كلاس 3 يعني الأغلبية، مو أقول لكم 100%، لكن الأغلبية ممكن يكون سببها هو الماندبل راجع، تمام؟ شافوا خلال دراسة الكلاس 3، العفو كلاس 2، إنه أكو نوعيتين من الكلاس 2، ممكن يكون عندي كلاس 2 ديفيجن 1 مال أوكلوجن، نشوف الصورة واضحة، وهذا ديفيجن 2 اوف مال اوكلوجن. الفرق الرئيسي بيناتهم، هذا الفرق كلش مهم، الفرق الرئيسي هي عمليه الانكلينيشن اوف ذا انسايزرز. من شافوا انه الانسايزرز ار بروكلايند، تشوفون متقدمه، هذا شيء يكون كلاس 2 ديفيجن 1. من الانسايزرز راجعه، تشوفون شو مائله راجعه لورا رايحه باليتالي، بحيث ضاغطه على اللور تيث، هذا يسموها كلاس 2 ديفيجن 2. اذا الفرق الرئيسي بين كلاس 2 ديفيجن 1 وديفيجن 2 انه الديفيجن 1 شي يكون بروكلايند انسايزرز، بالنسبه لكلاس ديفيجن 2 يكون ريتروكلايند انسايزرز. الصورتين واضحه وكلش مهمه، تمام؟ ديفينيشن بسيط ومعروف والاغلبيه تعرفها. زين هسه راح نشوف الايتيولوجي. بالايتيولوجي ننتبه، بالإيتيولوجي خلي نسوي فد ريفيو بسيط بالإيتيولوجي بالكلاس 1. أنا إيش قلت لكم؟ قلت لكم هي الإيتيولوجي ثابتة، سكيليتال، دينتال وسوفت تشو. بالكلاس 1 كان الأساس الطاغي اللي يأثر على الكلاس 1 مال أوكلوجن هو الدينتال فاكتور، تذكرون هذا الكلام؟ وتذكرون بالكلاس 3 قلت لكم بالمحاضرة السابقة إنه السكيليتال فاكتور هو العامل الرئيسي بالكلاس 3 مال اوكلوجن. خلي هسه نشوف بالكلاس 2 اختلاف شاسع. بالكلاس 2 راح نشوف انه الاسكليتال فاكتور
وسوف تشوف فاكتر اثنيناتهم عوامل رئيسية، واحد يتأثر بالثاني. يعني شنو واحد يتأثر ثاني؟ يعني يمكن البيشنت يكون اسكليتالي كلاس 2 ويزداد سوءا by action of soft tissue factor، تمام؟ أو ممكن class 1 وبسبب soft tissue يصير class 2، أو العكس، تمام؟ هو class 2 وبالsoft، يعني دنشت class 2 soft tissue راح يشتغل على أنه أساس class 2. إذن بالclass 2 skeletal factor والsoft tissue factor اثنيناتهم يعتبر من الاتيولوجيكال فاكتورز المهمة في المال اوكلوجن اوف كلاس 2 مال اوكلوجن. بالكلاس 3 كان سكيليتال، بالكلاس 1 كان دينتال، بال 2 هي السكيليتال وسوفت تشو. هسه راح تسألون دينتال فاكتور. الدينتال فاكتور طبعا اكو نوع ما تأثير كاتيولوجيكال، بس مو يكون المين اتيولوجيكال فاكتور. خلال الدراسة هسه راح نشوفون الريليشنز بالكلاس 2 شنو مواصفاته، راح نشوف انه دينتال فاكتور هو تحصيل حاصل للاسكليتال او سوفت تشو تاثير الايتيولوجي على الكلاس 2. يعني ممكن يكون سبب اسكليتالي او سوفت تشو فاكتور وتحول الى تاثير او نتائج دينتالي. تفهمون شلون؟ يعني الدينتال فاكتور مو عنصر قوي بالايتيولوجي اوف ذا كلاس 2. راح نشوف اكو عندنا عنصر رابع هو الهابتس وذ كلاس 2 ديفيجن 1. لو ننتبه على هاي الصوره اللي خليت لكم اياها، شافوا انه اثار الفينجر هابتس، تشوفون هذا الطفل شلون قام يسوي فينجر هابت، اثاره راح ينطيني بعض الملامح اللي هي تشبه الكلاس 2 ديفيجن 1. يعني جينا بيشنت هو سكيليتال كلاس 1 دينتال كلاس 1 لكن عنده بروكلايند انسايزر تيث، سببه هو الهابتس، تمام؟ اذا اقول لكم شنو هو المال اوكلوجن اللي عنده راح تقولوا لي كلاس 2 ديفيجن 1. هو كلاس 2 ديفيجن 1 لكن الايتيولوجي مالته هو منو؟ الهابتس. هاي الحاله فقط تكون ويا الكلاس 2 ديفيجن 1، يعني ما ممكن يصير ويا الكلاس 2 ديفيجن 2. خلوها ببالكم، تصير ويا الكلاس 2 ديفيجن 1. صارت واضحه؟ ان شاء الله سهله، كل سهله. هسه اني راح اسوي لكم مقارنه. طبعا انتم المحاضره مال كلاس ديفيجن 1 مفصوله عن كلاس ديفيجن 2، بس انا راح مسويت لكم مقارنه توضيحيه بمختلف الايتيولوجي وبمختلف الايفكت ومختلف الفيتشرز اوف كلاس ديفيجن 1 وديفيجن 2 على ما تعرفون تقارن بين الحالتين. هسه انا مخليت لكم اول صورتين. أول فرق راح نشوفه بالكلاس 2 ديفيجن 1 وديفيجن 2 إنه قلت لكم الانسايزر انكلينيشن، بقى هنا شلون الأسنان متقدمة متفلطحة اللي قدام، هاي شي يسموها بروكلاين تيث، يعني الكراونات مال الأسنان بارزة اللي قدام، هاي شي يسموها بروكلاين تيث. هذا هو أهم فرق وأساسي بالكلاس 2 ديفيجن 1، تمام؟ شوفوا هنا العكس تماماً. هنا الأسنان راجعة لي ورا، قد تشوفون عبالك الكراونات كلش راجعة لي ورا بحيث ضاغطة على اللور تيث، هذا شي يسموها كلاس 2 ديفيجن 2، تمام؟ نتيجة انه بروكلايند التيث بالكلاس 2 ديفيجن 1، لو نقيس الأوفر جيت، تذكرون الأوفر جيت اللي هي يعتبر الهوريزنتال ديستنس بين الأبر انسايزرز واللور انسايزرز، هاي المسافة إذا أقيسها راح أشوفها أكثر من 4 مليم، يعني معناها شنو؟ عندي increase بالأوفر جيت. هنا الصورة شا أشوف اللي أقيس الهوريزنتال ديستنس بين الأبر واللور أشوفها يمكن حتى ممكن يكون 2 أو يكون حتى أقل من 2، تمام؟ يعني الأوفر جيت ما ممكن يكون زيادة بي، ممكن يكون عنده نقصان، تمام؟ هاي 2. الأوفر بايت بهاي الصورة قد تشوفون اللي هي vertical distance بين upper incisors واللور incisors تقريبا هنا يعتبر normal، لكن هنا قد تشوفون بحيث upper incisors مغطي على full length of the lower incisors لدرجة انه حتى ضاغط على البوكل gingival tissue، قد تشوفون بعد كانوا مسوي تروما للمكان. تشوفون الفرق بين الصورتين؟ على اساس الفرق بين هاي الصورتين صارت واضحه. بالديفيجن 1 بروكلايند، بالديفيجن 2 ريتروكلايند. الاوفر جيت عندي زياده هنا قليل، والاوفر بايت هنا احتمال نورمال، وهنا عندي انكريس بالاوفر بايت، تمام؟ هسه على هالاساس راح نشوف المقارنه بين كلاس 2 ديفيجن 1 اند كلاس 2 ديفيجن 2. انتبه على
ننتبه لأول مقارنة. شوف شو كاتبتلكم، كاتبتلكم incisor inclination. incisor inclination إذا واحد يسألكم سؤال incisor inclination بالكلاس ديفيجن 1 شو يكون؟ الـ upper incisors دائما يكونون proclined، دائما شو يكون؟ proclined، يعني دائما، يعني هاي صفة دائمية. من أقولكم proclined upper incisors يعني ما ممكن تجيني كيس كلاس 2 division 1 والـ upper incisors normal، انتبهتوا لهالكلام؟ أو ما ممكن تجيني upper incisors retroclined. دائما وأبدا في حالة الكلاس 1 الكلاس 2 division 1 دائما يكون الـ upper proclined. زين بالنسبة لكلاس 2 division 2 الـ upper دائما شو تكون؟ retroclined. هذا عكس دائمي، يعني ما ممكن تجيني normal. إذا جتني normal ما أقدر أعتبر الكيس هو class 2 division 2، لازم ال upper incisors يكونون retroclined. تمام؟ نيجي لل lower. لل lower incisors تختلف بين class 2 division 1 وتختلف بين class 2 division 2، أكو اختلافات بيناتهم. بقى بال lower بالكلاس 2 ديفيجن 2 نتيجة الضغط مال اللور upper incisors على اللور incisors احتمال يكون retroclined. يعني لو انتبهتوا على الصورة اللي قبلها الأبر incisors هل قد ما هي راجعة بحيث ضغط على اللور incisors، من تضغط على اللور incisors شو أتوقع؟ أتوقع إنه اللور incisors هم ترجع لي ورا. تمام؟ يعني إذا رجع الـ upper incisors retroclined وضغطت على lower incisors فmaybe يكون retroclined. هاي يتوقف ليش كتكالبت لكم maybe؟ حسب severity of the case، لأنه ممكن severity of case مو كلش هواي، يعني ممكن يكون mild class و div 2 بحيث الـ upper incisors retroclined بس مو ضغط على lower incisors فالـ lower incisors باقي على وضعيتها. تفهموني شون؟ يعني إذا واحد يسألكم السؤال الـ upper incisors بالكلاس 2 division 2 دائما هو أبدا retroclined، لكن بالـ lower incisors maybe retroclined or maybe normal. تمام؟ أو maybe normal حسب السيفريتي مال كيس. الـ lower incisors بالكلاس 2 division 1 maybe normal maybe retroclined و maybe normal maybe retroclined. شوفون عارفة تكون فراغ، ليش فراغ؟ لأنه ممكن يصير كل شيء، ممكن يكون proclined، ممكن يكون normal، وممكن يكون retroclined. زين هسا حتقولي لي شو بالله هاي؟ بعض ال upper incisors متقدمة بال upper بالكلاس و division 1 دائما، يعني أسام بارزة اللي قدام. يبقى اللور إذا severity مال كيس مالتنا وسط ما بيها شيء، الاحتمال lower incisors ما عندها مشكلة، لكن ممكن 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 يصير severe crowding باللور incisors بحيث اللور incisors تتقدم لقدام. من تقدمت اللور incisors لقدام معناها صارت عندي heaven proclined. تمام؟ أو ممكن نتيجة الضغط مع soft tissue، لأنه الـ بالحالة الـ upper من يكون الـ upper incisors متقدمة لقدام اللور lip راح تشتغل behind the lower upper incisors، صح لو لا؟ فمن تشتغل behind the upper incisors ممكن تضغط على lower incisors يسويها retroclination. تمام؟ أو ممكن يكون عندي normal كل شيء ما تأثر. إذا مختصر الكلام بال incisor inclination في حالة class 2 division 1 ال upper دائما شو تكون؟ proclined، هاي صفة ثابتة. ال lower شو تكون؟ maybe normal class 2 division، يعني ممكن يكون normal ممكن يكون proclined ممكن يكون retroclined. بالكلاس 2 ديفيجن 2 الأبر دائما retroclined، دائما شو يكون؟ دائما retroclined. اللور الأغلبية الوقت يكون retroclined وممكن يكون normal حسب السيفيريتي اوف ذا كيس. هاي أول مقارنة مهمة كإتيولوجي اند كفيتشرز اوف كلاس 2 ديفيجن 1 اند ديفيجن 2. ننتبه على المقارنة الثانية الأوفرجيت. شفنا بكلاس و ديفيجن 1 لأنه الـ upper incisors مفطحة اللي قدام طالعة اللي قدام، إذا معناها الكلاس و ديفيجن 1 الـ overjet راح من حقيسها شوف أنتها increased دائما. شوفوا ما منطيت لكم another option، يعني ما قالت لكم maybe usually almost، لا قالت لكم إنه increased، يعني قانون ثابت
انه الاوفرجد بالكلاس 2 ديفيجن 1 اولويز تكون انكريز، دائما وابدا دائما يكون انكريز. بالكلاس 2 ديفيجن 2 ممكن يكون ديكريست او ميبي انكريزد، يعني ممكن يعني يوجوال ديكريز، لانه استن راجع اللي ورا يعني ممكن يكون اقل من الاثنين، ممكن نورمال او ممكن انكريز حسب السيفيريتي اوف ذا كيس. يعني قاعد تشوفون هنا انا عندي اكو فد مجال للتغيير، تمام، بس عاده ديكريز عادة، بس ممكن يكون increase وممكن يكون normal. لكن بالديف 1 دائما وأبدا الأوفرجت اللي هو horizontal distance دائما وأبدا شي يكون increase. كانت واضحة بالصورة صح ولا لا؟ زين، نجي على المقارنة الثالثة الأوفربايت. بعب الأوفربايت بالكلاس 2 division 1 الأوفربايت عندي wide range بين increased or decreased or normal. يعني يمكن يجي لك patient، هاي من مواصفاته ال patient أبو الكلاس 2 division 1. من أشوفه عنده class 2 division 1 ممكن يكون عنده increase بالoverjet، نعم 100%. زين بالoverbite ال vertical distance بين upper incisors واللower incisors ممكن يجيني normal bite، ممكن يكون incomplete bite، ممكن يكون deep bite، ممكن يكون open bite. يعني patient يجينا proclined incisors class division 1 increased overjet with open bite، ترى واردة كلش واردة، أو with deep bite تكون traumatic، ممكن يكون يعني deep bite ويكون traumatic، تمام، هاي ممكن. لكن بالclass 2 division 2 بعد الفرق دائما وأبدا دائما وابدا يكون عندي increase بالبايت. يعني من يكون عندي increase بالover bite، يعني شنو معناهاش؟ عند البيشنت عنده deep bite، تمام. ممكن الديب بايت هذا يكون traumatic او bite traumatic، تذكرون هاي المصطلحات اخذناها العام. traumatic يعني معناها اللور incisors تضغط على منو؟ على البليتال تشو مال upper. وباي تروماتيك مثل الصورة قبل شوية شفناها إنه الأبر إنسايزرز، يعني إضافة للور إنسايزرز تضغط على البليتال سوفت تشو، إضافة إلى إنه الأبر إنسايزرز قد تضغط على البوكال لور جينجيفال تشو، تمام، فيكون باي تروماتيك. إذن الشغلات الثابتة صارت عندي بثلاث هالمقارنات مال هاي الشغلات الأساسية incisor inclination والoverjet والoverbite. incisor inclination class 2 division 1 دائما وأبدا يكون proclined بالupper teeth، والclass 2 division 2 دائما وأبدا لازم يكون retroclined، تمام. الoverjet بالclass 2 division 1 تزداد دائما، والoverbite بالclass 2 division 2 تزداد دائما. هاي الشغلات الثابتة، البقية تكون متراوحة بين increased or normal or decreased. صارت واضحة؟ إذن incisor inclination proclined div 1 retroclined div 2 لازم تحفظوها صمًا. overjet بالclass 2 division 1 دائما وأبدا في حالة زيادة، تمام؟ والoverbite في الclass 2 division 2 دائما وابدا يكون increased. يعني increased شنو معناها؟ من اقول لكم increase بالover bite تقولوا لي deep bite، يعني عنده deep bite. traumatic or bite traumatic، ممكن يكون deep bite واحده، ممكن يكون traumatic deep bite، وممكن يكون bite traumatic deep bite. صارت واضحه؟ ان شاء الله تكون واضحه، معلومات بسيطه وكل سهله وما تخيل بها صعوبه. نشوف المقارنات الاخرى، ننتبه على سلايد. skeletal and posterior، يعني هل انه البيشنت كلاس 2 ديفيجن 1، انا ارجع واقول كلاس 2 ديفيجن 1 وديفيجن 2 يعني معناها الشخص دينتالي كلاس 2، تمام. الاسكليتال مالته انتروبوستيرير او ساجيتال بلين دائما شي يكون لازم. بالكلاس 2 ديفيجن 1 دائما او الاغلب تكون ويا الكلاس 2 كيسز، بس class 2 cases ممكن يكون class 2 division يعني mild, moderate or severe class 2 skeletal relationship. يعني شنو معناها؟ يعني patient أبو class 2 division 1 ممكن الماكزيلا متقدمة مالتها ويا dental هي class 2، بس ممكن skeletally يكون class 2 mild, moderate or severe، ممكن الماكزيلا متقدمة أو المندبل راجع أو اثنيناتهم. يعني
أكثر الحالات ويا الإسكليتر أنتروبوستيرا ويا جماعة الكلاس 2 ديفيجن 1 هو إنه لازم يكون البيشنت كلاس 2، لكن ممكن أيضا يكون كلاس 1، يعني ممكن أشوف كلاس 2 ديفيجن 1 دينتالي وذ إسكليتالي، انتبهوا للكلام، انتبهوا للمصطلحات، وذ إسكليتالي كلاس 1 أو إسكليتالي كلاس 3. حتقولوا لي شون؟ هنا بالكلاس 3 اكو دنتو الفيولر كومبنسيشن، لكن بالكلاس 1 ولو حاله نادره يعني طبعا قليل ما شايفتها يعني، بس بالكلاس 1 ممكن يكون عندي سوفت تشو فاكتور بحيث الليب جاي يشتغل على الانسايزرز، خلى الانسايزر تتقدم لي قدام، انطاني كلاس ديفيجن 1، لكن اسكليتالي البيشنت هو كلاس 1. صارت واضحه؟ بالكلاس 2 ديفيجن 2 أغلب الحالات تكون with mild، انتبهوا لكلمة mild، mild skeletal class 2، يعني الكلاس 2 skeletally ويا الكلاس 2 division 1 تكون different range، ممكن يكون mild، ممكن moderate أو severe، لكن ويا الكلاس 2 division 2 عادة وأبدا تكون ويا mild class 2، يعني ما يصير severe ولا 2، تمام؟ أو ممكن يكون ويا الكلاس 1 أو class 3 cases. يعني إذا جماعة الكلاس division 1 أو division 2 تيجي ويا different cases كاسكاليتال انتروبوستيريال، ممكن يكون 1 2 أو 3، بس على الأغلب ويا منو؟ ويا الكلاس 2، يعني هو شيء مرافق ويا الشيء التابع له. يعني احنا من حكينا كلاس 1 ايش قلنا؟ قلنا يعني يمكن يجي كلاس 1 مال اوكلوجن ويا الكلاس 2 وكلاس 3 ممكن، بس على الأغلب ويا منو تجي؟ ويا الكلاس 1. نفس الشيء قلنا هذا الكلام ويا الكلاس 3، هسه نفس الكلام قلنا إذا ويا الكلاس 2، جماعة الكلاس 2 الأغلب تجي ويا الكلاس 2 skeletal relationship، تمام؟ بس الكلاس 2 division 2 من يكون skeletal class 2 يكون mild، تمام؟ زين، هاي أول نقطة، ننتبه على النقطة وراها، skeletal vertically، يعني skeletal vertically يعني open bite أو deep bite، يعني هاي منين نقيسها؟ مو من الأوفر بايت، الأوفر بايت هذاك deep bite open bite، هاي منتهي من عنده. بالسكيليتال vertical يعني نقيس vertical dimension of the face، تذكرون سويناها بالفصل الأول شلون قسنا vertical dimension of the face، هذا قسمنا الفيس إلى 3/3 والميدل ثيرد ويا اللور ثيرد شلون قسناها، تمام؟ إذا قسم منكم شافها بالإعدادات مع الأسف السنة مو كلش قدرنا نوفركم المادة العملية، بس يعني قصدي، تمام؟ راح نشوف انه الشخص كلاس 2 ديفيجن 2 vertically عادة يكون عنده reduce بالvertical dimension. احنا ايش قلنا بالديب بايت بالاوفر بايت؟ قلنا انه جماعة الكلاس 2 ديفيجن 2 دائما ايش يكون عندها؟ ديب بايت. الديب بايت هو increase بالاوفر بايت، لكن الفيشال dimension يعني طول وجهه يصغر، هذا مقصد كلامنا. يعني الشخص جماعة الكلاس 2 division 2 الأغلب شي يصير عندهم reduction in the vertical dimension of the face، تمام؟ لكن ويا الكلاس 2 division 1 احنا ايش قلنا الاوفر بايت شي يكون عنده مختلف الرينجات، ممكن يكون عنده normal، ممكن يكون open bite، ممكن يكون عنده deep bite. اذا skeletally شو اتوقع ممكن يكون عنده vertically ويا جماعة الكلاس 2 division 1 either normal or increased or reduced. يعني مو كل شخص يكون جاني patient class division 1 لازم يكون عنده reduced بالvertical dimension، لا، ممكن يكون عنده increased، ممكن يكون normal، تمام؟ بس بالclass division 2 الأغلبية أو 90% أو 99% من عندهم يكون عندهم reduction in the vertical dimension of the face، ولهذا دائما وأبدا شي يكون عندهم deep bite cases. يا تشوفون شلون النقاط قاعده تتراقب واحده ويا الثانيه، تمام؟ هسه نكمل المقارنه الثالثه بهذا السكشن، الليب لاين. شو حنشوف؟ راح نشوف طبعا هسه حتشوفون السلايد الوراء عباره عن صوره عن شخصين على نقدر نقارن هاي المقارنات وياها. يعني الليب لاين حنشوف ان الاشخاص اللي دائما يكون الليب لاين، يعني هو طبعا نسوي فد تذكار الليب لاين انه هو الميتنج بين الابر ويا اللور ليب، هذا الميتنج هذا يكون فد لاين، هذا اللاين لازم يكون بمنتصف الابر سنترال انسايزرز، تمام؟ لازم وين يكون منتصف السنترال انسايزرز، وعاده اللور ليب هو يعني واصل تقريبا الى منتصف الابر سنترال انسايزرز. بالكلاس 2 ديف 2
بالكلاس ودف 2 راح نشوف عندهم صفة دائما مميزة، انه الشخص يكون عنده هاي لور ليب لاين، يعني اللور ليب صاعد بحيث يعني مغطي كل السنترال انسايزرز، لهذا راح نشوف يصير عنده ريتروكلينيشن، يعني ممكن اللور ليب يضغط على الابر انسايزرز، لانه يعني تضغط على صار انتيرير تو ذا ابر انسايزرز فتضغط، فشو اتوقع يكون يعني تلاحظون انه كل خطوه قاعد نشرحها وحده عندها علاقه بالثانيه، يعني من اقول كلاس وديفيجن 1 انكلايند بروكلينيشن صاير بها، اذا معناها عندي انكريز بالاوفرجيت، هذا كلام منطقي. من اقول انه كلاس وديفيجن 2 عند الديب بايت دائما، تمام، الفيرتيكال دايميشن مالتهم يكون، فاذا يكون فيرتيكالي سكليتال فيرتيكالي دائما شو يكون عندهم ريدكشن، تمام. من اقول انه الليب لاين بالكلاس وديفيجن 2 دائما يكون هاي ليب لاين، يعني الانسايزر الميتينج بين الابر لب واللور لب يكون كلش هاي، ليش؟ هذا واضح لانه الابر هاي لور لب لاين بحيث يضغط على الابر انسايزرز يصير بيها ريتروكلينيشن، يشوفون شيء منطقي واحد ويا الثاني. لكن بالكلاس وديفيجن 1 ممكن يكون نو لب لاين، يعني شنو معناها نو لب لاين؟ يعني معناها الشخص يكون انكومبتنت لمب او ميبي نورمال، تمام؟ هاي ممكن، يعني اكو احتمالين، ممكن no lip line او ممكن يكون عنده normal. اذا الصفات المميزة بثلاث مقارنات اللي عندنا، السكليتال انترو بوستيرير عادة يكون الكلاس 2 ديفيجن 1 والديف 2 ويا الكلاس 2 كيسز، لكن ممكن يكون ويا الكلاس 1 او ممكن يكون ويا الكلاس 3، تمام؟ بس الكلاس 2 ديفيجن 2 لازم يكون mild، تمام؟ في حالة الـ vertical skeletally and the increase or reduction بالـ vertical dimension of the face، بالكلاس 2 division 1 يكون عندي increased or reduced wide range، ممكن increased, reduced, normal، كل شيء ممكن، لكن بالكلاس 2 division 2 دائما وابدا شيء يكون reduction بالـ vertical dimension of the face. انتبهوا طلاب لا تخبطون، من اقولكم skeletal vertically عندهم reduction بالvertical dimension of the face، من اقولكم overbite تقولوا لي increased، يعني شنو عنده deep bite، لانه deep bite يمثل لي هو increase بالoverbite بالvertical relation of the incisors، لكن skeletally يعني زاد عندهم الاوفرلاب، لكن سكليتالي فيرتيكال مالته يقل، من يزداد الاوفرلاب بين الانسايزرات كانه ماكو فد ستوبر يقطع هذا الشيء، فالفيرتيكال دايميشن مال فيس تقل دائما وابدا. جماعه الكلاس وديفيجن تو شيكو عندهم الفيرتيكال دايميشن قلان ريديوست، تمام. الليب لاين الشيء المميز عنده جماعه الكلاس وديفيجن 2 يكون عندهم الهاي لور ليب لاين عالي دائما، هاي لور ليب لاين عالي دائما، لهذا يضغط على الابر انسايزرز وبالتالي راح تؤدي الى شنو؟ الى الريتروكلينيشن اوف ذا تيث. ان شاء الله تكون واضحه. زين، ليب كومبتنسي يعني التطابق اللي يصير بين الابر ليب واللور ليب. الشيء المميز بالكلاس وديفيجن 1 انه دائما وابدا او الاغلبيه تكون انكومبتنت ابر ولور ليب، يعني اكو فراغ بين الابر ليب واللور ليب. زين، الانتيرير اورال سيل شلون يصير؟ هاي الكونتاكت بين ابر ليب واللور ليب شلون تصير؟ فممكن اكو اشخاص يكون عندهم بوتنشالي كومبتنت، تمام، او ممكن يكون عندهم الاشخاص نورمال، يعني عندي رينج incompetent الأغلبية بس ممكن يكون potentially competent، تمام؟ والكلاس و division 2 يكون عادة usually competent. احنا قلنا بالأبر الليب لاين بالنسبة للكلاس و division 2 يكون high، لكن contact بين الأبر لب واللور لب موجود، فلهذا دائما يكون competent، واضحة؟ لكن بالكلاس و division 1 شي يكون أغلب شي incompetent، أكو فراغ، تمام؟ فأو اكو ناس نتيجة لانه هي incompetent lip يحتاج انه ينطفد extra forces على المسكوليتر مال lip، وبالتالي رح يصير عندهم potentially competent. زين، نشوف المقارنة الوراها lip function، واضحة هذا ثابتة
عادة بالكلاس تو ديفيجن 1 اللور ليب فانكشن، الفانكشن احنا نحكي عن اللور مو على الابر. ليش؟ لانه هو عنده علاقه ويا الماندبل. الماندبل هو الموفابل بون، العظم المتحرك، يصعد وينزل، يتقدم ويرجع، يروح لاترالي. فاكثر شيء بالفانكشن منو تاثيره على المنيو؟ على اللور ارتش. فذا اللور ليب تاثيره اكثر كفانكشن اكثر من الابر ليب. بالكلاس تو ديفيجن 1 اللور ليب تشتغل behind، شوفوا هالكلمة مهمة، behind upper incisors. من تشتغل behind upper incisors يعني معناها upper incisors راح يصير بيها procrination، تبدي تطلع لي قدام. واضحة هاي مو؟ إذن بالكلاس ديفيجن 1 عادة اللور ليب تشتغل behind upper incisors، فحيصير يزيد البروكينيشن of the arch. يعني ممكن الفيشنت يجينا عنده mild class 2 skeletally لكن عنده فت severe procrination بال upper incisors، سببه انه اللور lip وين تشتغل؟ behind the upper incisors. العكس وين؟ بالكلاس ديفيجن 2 انه اللور lip تشتغل above the upper incisors، فشو تسوي لي؟ retrocination. اذا التأثير البوزيشن مع الفانكشن كلش مهم باللب. اللب اللور لب بالديفوان behind يزيد البروكينيشن، والكلاس 2 ديف 2 تكون above the upper incisors، شو تسوي لي؟ تسوي retrocination بالincisors. اللب صارت واضحة انه كفانكشن above الincisors في حالة الكلاس 2 ديفيجن 1 and behind الانسايزرز الابر انسايزرز في حاله الكلاس 2 ديفيجن 1. من يصير بيهايند ابر انسايزرز يعني يصير بروكينيشن، يعني معناها شنو؟ كلاس 2 ديفيجن 1. من يصير اباف انسايزرز يعني تصوروا الليب فوق الانسايزرز ترجعها لي ورا اكثر، يصير بيها ريتروكينيشن اكثر، فيصير كلاس 2 ديفيجن 2. تمام؟ لانه الابر اللور اللي بتشتغل بيهايند ابر انسايزرز فيمكن يصير عندي فراغ بين الابر lip واللور lip، فعادة بالكلاس 2 ديفيجن 1 شي يكون lip incompetent. تمام؟ عادة بس ممكن يكون normal. بالكلاس 2 ديفيجن 2 لا، العكس تماما، لأنه تشتغل above the incisors، لأنه تشتغل above the incisors فالcompetency normal، لكن lip line مالتها شي تكون عالي بحيث تصعد لي فوق أكثر. صارت واضحة؟ زين، نيجي على المقارنة الأخيرة dentally. دينتالي راح اشوف وايد رينج من الاختلافات. بالكلاس 2 ديفيجن 1 ممكن اشوف كراودينج وسبيسينج. باو، هاي اصابعكم هسه خليوها قدام عينكم وفلطحوها لي قدام، سووها كانه قاعد يصير بيها بروكلينيشن. من تشوفون اصابعكم تسوون بيها بروكلينيشن شو تشوفون؟ قاعد تصير فراغات، الفراغات بين الاصابع تبرز، صح لو لا؟ فاذا لانه الكلاس 2 ديفيجن 1 معروف عنه انه يكون عنده procrination of the upper incisors، اذا اتوقع شنو؟ يكون عنده spacing بين ال upper teeth. تمام؟ نتيجة للضغط اللي ممكن يصير على lower lip على lower teeth، ممكن lower teeth تصير تتراجع اللي ورا، فممكن يصير عندي crowding. فاذا الكلاس 2 ديفيجن 1 عادة يصير عنده spacing بالأبر ويصير عنده crowding باللور arch، يعني ينطي رينجين من الكراودينج والسبيسينج. لكن بالكلاس 2 ديفيجن 2 انتبهوا، لأنه الأسنان كلها يصير retrocination. شوفوا أسنانكم أصابعكم المفطحة اللي قدام اللي صار بيها فراغات، هسا رجعوها لي ورا، رجعوها بعد لي ورا أكثر، حتشوفون الأصابع وحدة تجي فوق اللخ. معناها شو تصير؟ كلاس 2 ديفيجن 2 لأنه يصير بيها retrocination. إذا من يصير عنده retrocination dentally أتوقع شو يكون عنده؟ crowding. صارت واضحة؟ ترى كل سهلة. الأساس الفرق بين كلاس 2 ديفيجن 1 والديف 2 إنه الانكلينيشن مع الانسايزرز، هذا proclined هذا retrocline. من يصير proclined overjet يزداد، يصير retrocline الoverbite يزداد، دائما يصير عنده deep bite. تمام؟ vertically جماعة الديب باي شي يصير عندهم ريدكشن، هذوك ممكن يكون نورمال. السكليتال انتروبوستيريور الأغلبية يكونون كلاس 2، سهلة كلش. الليب اللور ليب الفانكشن مالته بالديف 2 أباف انسايزرز، لهذا يسوي ريتروكلينيشن. بالديف 1 يكون بيهايند انسايزرز، فممكن يكون انكومبتنت ليب. وبالكلاس ديفيجن 2 الليب لاين دائما شي يكون عالي، هاي النقاط الرئيسية. تمام؟ ودينتالي بالكلاس 2 ديفيجن 1 اشوف كراودينج واشوف سبيسينج،
السبيسك اكثر شيء اشوفها بالابر، والكراودنج اكثر شيء اشوفها باللور. لكن دينتالي بالكلاس وديفيجن 2 لانه الاسنان كلها تتراجع لورا، شيء يصير عندي الاغلبيه ونسبه 90% او 95% هو راح يصير عندي كراودنج. تمام، هاي النقاط الرئيسيه تحفظوها بهالطريقه، عم يسهل عليكم الدرس بهالطريقه. احنا درسنا هسه الايتيولوجي والفيتشرز اوف كلاس 2 ديفيجن 1 اند كلاس 2 ديفيجن 2. نيجي على السلايد بقى، هاي الصورتين مخليت لكم وحده كلاس 2 ديفيجن 1 والثانيه كلاس 2 ديفيجن 2، على مود نشوف هاي المقارنات اللي قبل شويه سويناها نطبقها على الكيس مالتنا على الكيسات. هاي الصورة الأولى مع البنية تشوفون هي class 2 division 1، وهذا الولد اللي عندنا عنده يكون class 2 division 2. بقى هاي الأول صور اللي عندنا، ايش عندنا؟ عندنا هذا frontal view، هذا the smile، هذا عندنا lateral view. هنا نفس الشيء بالأول بالمال الولد. الفرق الرئيسي بين الحالتين، الفرق الرئيسي بقى ال vertical dimension مال upper مال الفيس بالنسبة للكلاس وديفيجن 1 تبدو انه كأنه نورمال، شوية الماندبل راجع اللي ورا صحيح تمام، بس هي الفيرتيكال دايميشن نورمال. بقى الفيرتيكال دايميشن مال الولد مبين عجوز، بقى كله من كمش، هاي المنطقة كلها من كمش، ريداكشن صار عنده بالفيرتيكال دايميشن. تمام، بقى من تبتسم شلون الانسايزرز واضح عندها، شوفوا من يبتسم الانسايزرز مو كلش واضح عنده، ليش؟ لانه عنده اكو اكشن ما سوفت شو يضغط على كل الاسنان فما جاي يبين الاسنان عنده. تمام، نشوف انترا اورالي تشوفون البروكلينيشن بالانسايزرز الابر، بقى الريتروكلينيشن بالانسايزرز اللور الابر، العفو الابر بالكلاس وديفيجن 2، شوفون الريتروكلينيشن، انا عندي بروكلينيشن. نتيجه البروكلينيشن تشوفون الفراغ اللي صاير هنا شويه، شوفوا الكراودينج اللي صاير باللور ارتش، تشوفون شو كلامنا جاي يطبق. لكن بالكلاس وديفيجن 2 الحالتين صار بيها كراودينج، مرات الانسايزرز الابر انسايزرز لانه هي اطول من اللاترال السنترال عن اللاترال، اشوف انه السنترالات ترجع اللاترال تطلع لي قدام. احنا نعرف انه الاسنان تصير بيها ريتروكلينيشن، لكن لانه يعني يبتعد عن الاكشن مال سوفت تشو مال الليب، لهذا مرات تشوفون اللاترال او الكناين تبرز والباقيه تكون راجعه. المهم راح يخلق لي جو من الكراودينج بالدينتال ارش من الجهتين. تمام، شوفوا الاوفر بايت، بعد الاوفر بايت هنا اني دي بايت ويا الكلاس 2 ديفيجن 1، بس قلت لكم هو مو شرط، ممكن يكون اوبن بايت، ممكن يكون نورمال. وهنا دائما وابدا شي يكون عندي دي بايت دائما وابدا، بعد شلون بحد اللور انسايزر ضاغطه على البليتال تشو تلاحظون، هذا لازم نخليها ببالنا اثناء المانجمنت اوف ذا كيس. ان شاء الله تكون واضحه الصورتين، هم يعني ورا بتقرون المقارنات بين كل وحده من عندكم. انا ترى يعني بالمحاضره راح مشروحه شرح عام، انا فصلت لكم المحاضره على شكل نقاط وفصلت بين الديفيجن 1 شي يكون والديفيجن 2 شي يكون، لانه يعني عاده الاسئله تصير هي نوع من المقارنات او اسئله خاصه على شغلات معينه على الديف 1 او الديف 2، فلازم تعرفوها. تمام، وهاي خليت لكم صورتين على مود تقدرون تختبرون نفسكم ورا ما تقرون المقارنات على هاي الصورتين. ان شاء الله تكون واضحه، اذا اكو سؤال انا مستعده للاجابه. خلصنا هسه الايتيولوجيكال فاكتور والاوكلوزال فيتشرز، هسه راح نبلش بالتريتمنت اوبشنز. تمام، هسه راح نبلش بالتريتمنت مال كلاس ديفيجن 1. المبدا واحد، بس الاختلاف راح يصير بالانسايزر انكلينيشن، لانه بالكلاس ديفيجن 2 عندنا الانسايزرز ار ريتروكلايند، والديبات لازم نعالجها، لازم نفهم الطرق مالتها، بس كمبدا التريتمنت هو تقريبا مو واحد. بقى اكو بعض الفاكتورات انا راح اشرح لكم هسه الطريقه العامه اللي تجاوبون على الامتحان اذا سؤال كيس يسالكم على كيس معين شنو هو التريتمنت مالته. اني صح انتم مو سبيشالست ومشتغلين وما تعرفون تجاوبون، لكن انتم تعرفون مبدا التريتمنت، يعني شنو هو الاوبشن مال التريتمنت، شنو هي الخطوه اللي نحتاجوها بالتريتمنت، لهذا انتبهوا. أول شيء عندكم مجموعة من النقاط لازم احنا نخليها ببالنا. أول شيء patient age،
واللي عادة السؤال ينطيكم إياها الـ age ويا الـ patient، تمام؟ ثاني شيء لازم نشوف الـ difficulty of treatment. طبعاً الـ patient age ليش لازم نعرفه؟ على مدارف إنه هو هذا الشخص صغير، active growth، post active growth، pre active growth، أنا بتعرف يا appliance أستعمله. الـ difficulty of treatment لازم أشوف إنه الـ case مالتي dental، skeletal، severe، mild، moderate، تمام؟ شوف الـ stability of results اللي حصلتها، على أعرف إيش الـ retention مالتي شلون راح يكون، تمام؟ النقطة اللي وراها الـ facial profile، هاي هم تساعدني إنه أعرف skeletal ولا dental، تمام؟ الـ early لو late treatment. أنا أوضح لكم العلاج مع الكيس، أي كيس تجيكم لهذا ما عندي صبورة تعذروني، فسويت لكم إياها على شخبوطة على ورقة وأخذت الصورة ودزيت لكم إياها، هسه راح تشوفوها بالسلايد. انتبهوا، هذا مختصرات يمكن ما تفتهموها إلا لازم تتابعون وياي. انتبهوا، الـ treatment of any case أحتاج أعرف الـ age والكيس، هل هي skeletal or dental، والسيفوريتي والتايم. الايج اذا اقول لكم مثلا الكيس الفلانية عمره هلقد عمر، اعرف انه من خلاله انه active growth عنده، لو انا راح اشتغل بالpre active growth، لو بالpost active growth، يعني post active growth يعني وصلنا للادلت، صار ادلت بالغ، اي growth بعد ما بقى له حسب الدجري. يعني اجيكم واحد عمره 40 سنة، 30 سنة، 28 سنة، أتوقع أن الجروث مالته منتهي، ما باقي الجروث، تمام؟ لكن جاء عمره مثلا نقول 15 سنة، 16 سنة، 12 سنة، 13 سنة، هذا في مرحلة الأكتف جروث. جاء عمره 8 سنين، 9 سنين، تمام؟ ممكن يكون البري أكتف جروث، تمام؟ هذا يحدد لي، خاصة إذا كان الكيس اسكليتالي. إذا دينتالي بعض، إذا السؤال ما قال لكم skeletal ولا dentally، لازم تنطوني جواب على أوبشنين، تقولون إذا كان الكيس skeletally بما أنه العمر مالته active growth فلان treatment يحتاج، تفهمون شلون؟ من يكون dentally، الدنتالي أي وقت ممكن يتعالج حسب الكيس، يعني الكيس عنده proclined incisors أرجعها، عنده crossbite أفتحها أعدلها، عرفت شلون؟ يعني هذا الحكي مالتنا أكثر شيء أثر على skeletal component أكثر من الدينتال كومبوننت، وحسب الكيس مايلد لو مودريت لو سيفير. كل ما كان الكيس أصعب كل ما التريتمنت تايم لازم يكون أوكت، صح لو لا؟ يعني إذا كان الكيس سيفير ممكن أبلش وياه أوكت، بما إذا كان أبلش وياه بعدين، تمام؟ التايم فور تريتمنت ممكن يكون early تريتمنت، ممكن يكون عندي late تريتمنت، تمام؟ يعني late تريتمنت يعني ممكن تجيني كيس هو صغير أقول له شوية لازم ننتظر أأجله، أو ممكن أقول لا لازم هسه نبلش إذا هو صغير، أو ممكن أقول ليش تأخرت لأنه أنت علاجك لازم كان يبلش أوقت من هالشكل، يتوقف حسب الكيسات. أعطيتكم مختصر مفيد فتهمت تساعدكم بالحلول. بعض البيشنت إذا كلاس 3، كلاس 3 والكيس كان سكيليتال، اللي أغلبية حضراتكم ما جاوبتوا لي بس كتبتوا لي early orthopedic treatment وهذا يعني كلام مبهم. إذا سكيليتال بروبلم عنده والسكيليتال بروبلم بالماكزيلا، لأنه سكيليتال بروبلم ممكن يكون بالماكزيلا، ممكن يكون بالماندبل، أو ممكن يكون كومبينيشن. إذا سكيليتال كومبوننت وماكزيلا، تمام؟ لأن الجروث بالماكزيلا يتوقف أسرع من الماندبل، فهذا يحتاج early treatment. تشوفون شو ربطت لكم هاي النقاط ويا الكيس class 3 وسكيليتال. طبعا الجندر هم يأثر، إذا ميل بعد أسرع لازم من الفيميل، سكيليتال وكلاس 3 والكوزيتيف فاكتور بالماكزيلا وليس الماندبل يحتاج early treatment. والearly treatment ما تقولوا لي orthopedic، تقولوا لي أعطيتكم اسم الابلاينس اسمه face mask، استخدم لي face mask، تمام؟ اذا سكيليتال كلاس 3 والكوز مالته ماندبل ممكن انتظر، يعني اذا جاني عمره 6 سنين 7 سنين ممكن انتظر، ممكن او ممكن لا، ممكن ابلش ما ياثر، ممكن waiting till active growth time. صارت واضحه؟ بالكلاس 2 هسه هو موضوعنا اليوم، تنتبهون ان شاء الله مهمه. سكيليتالي كلاس 2 سكيليتال سواء كان ماكزيلا او ماندبل، mild to moderate يعني اذا mild severity مالته او moderate، يفضل انه ننتظر until the active growth time. ليش هالكلام؟ طيب
لانه جماعه الكلاس 2 ديف 1 او ديف 2 مهما يكون التريتمنت مالتنا يعني في مرحله الترانزيشن اللي بين الميكس دينتيشن الى البيرمننت دينتيشن، هذول الاشخاص يحتاجون نوعين من العلاج. اول علاج هو الفانكشنال ابلاينس عم بعدل المشكله السكيليتال كومبوننت، وبعدين يحتاج الى اكتيف تريتمنت. هاي الفتره بين الفانكشنال ابلاينس والسكيليتال ابلاينس والفيكس ابلاينس اذا توقفت ما لبس على اي ابلاينس، التراجع للنورمال جروث باترن القديم اللي هو الكلاس 2 راح يرجع 100% ويتحول الكيس الى سيفير، وبهذه الطريقه البيشنت ما حيكون مستفاد من الكيس. لكن اذا هو الوقت صار قريب واحد من الثاني، يعني شوي عطلت التريتمنت الى الاكتف جروث تايم، يعني وصلت فت خلينا نقول 11 سنه هالشكل حملني، تمام؟ ب 11 سنه ابلش بالفانكشنال ابلاينس، اعدل الاسكليتال، مباشره وراها احول الفيكس ابلاينس على ديسر اند ريلابس فور ذا كيس، تمام؟ اذا خلوها قاعده ببالكم جماعه الكلاس 2 يفضل انه التريتمنت مالتهم شويه نسوي بها ديلي تل تو ذا اكتف تايم، عكس الكلاس 3. الكلاس 3 عادة وابدا يبلش بالارلي تريتمنت وخاصة بالماكزيلا، تمام؟ لكن مرات يجينا سيفير سكيليتال كيسز اوف كلاس 2 سيفير، يعني مثلا الاسنان كلش بارزة، الاهل شو يقولون؟ يقولون هذا بس يوقع بالقاع راح تنكسر اسنانه، كلامهم صحيح. يعني علميا اقدر اقول انه السنترال انسايزرز او الانسايزر تيث of this patient in severe skeletal class 2 malocclusion يكونون very susceptible to the trauma، يعني مجرد ما يطخون الحائط ممكن تنكسر الانسايزر مالتهم. لهذا هذول لازم اسوي لهم treatment early، اوكي؟ او مرات يكون severe cases واللور lip الاكشن مالته كلش severe behind the incisors، فالاسنان قاعده تتقدم اسرع بعد. هذول الاشخاص يفضل انه ابلش لهم functional appliance as soon as possible، ومن اخلص التريتمنت البسها ريتينر فور لونج بيريد اوف تايم، بعدين ابلشها بالفيكس ابلاينس مجبوري لانه الكيس تكون هنا سيفير. ان شاء الله تكون واضحه الفكره، مخطط بسيط توضيحي على ما تعرفون شلون جابوا مارت اللوخ. لازم تقارنون بين الكيس وبين الايج وبين السيفيريتي مال الكيس اذا كان سكيليتال او دينتال. واقول لكم وات از ذا تريتمنت، ما تقولوا لي orthopedic treatment growth modification، تقولوا لي فد نوع من الابلاينس، تقولوا لي ماكسيلا فيس ماسك هيد كير فانكشنال ابلاينس توين بلوك، تنطوني فد اسم مثال بسيط. انا صح ما قاعد اقول لكم اشرحوا لي طريقه التريتمنت، بس لازم تنطوني اسم ابلاينس، مو كلام مبهم. وتشملون الماكسيلا والماندبل تقولوا لي early orthopedic treatment، ولا تقولوا لي لا تنطون تفرق تقولوا لي الماكسيلا هالشكل والماندبل هالشكل، صح لا لا؟ هو صح الخانة التريتمنت صحيحة، لكن نوعية العلاج ما واضحة مبهمة، فلازم تعطوني اوبشنات مال تريتمنت رجاء من جاوبون على هشكل نوع من الأسئلة، إن شاء الله تكون واضحة. زين، إذا كان البيشنت في مرحلة الأكتف جروث تايم وراح استخدم له فانكشنال أبلاينس، مبدأ التريتمنت مالتي هو الجروث موديفيكيشن. مجموعة من الأبلاينس الموجودة ممكن استخدم لها مثل هذا الفانكشنال أبلاينس، هذا يسموه توين بلوك، تمام؟ يربط الأبر ويا اللور، تو أبلاينس سيبريتد تايب، بس يخلي الماندبل يصير إن فورورد دايركشن، يشتغل على الماندبل فقط، تمام؟ إن فورورد دايركشن يقدم، شوفوا هذا قبل أثناء لبس التريتمنت، هذا بعد ما خلصنا التريتمنت حصلنا على الإيش تو إيش بين وين كان كلاس 2 ديفيجن 1 الماندبل كلش راجعة، قدمنا الماندبل بس نفس الوقت صار عنده بوستير أوبن بايت، هذا راح يصير بإرابشن أوف ذا أبر واللور تيث، يحصل على نيو أوكلوزال stops، تمام؟ هذا النوع من الفانكشنال ابلاينس ممكن استخدمه على جروث موديفيكيشن ابلاينس. شوف الصوره اللي وراها، هذا المونو بلوك، هذا قطعه واحده يربط الابر ويا اللور على مود ينطي هاي الريليشن. شوفوا هذا التريتمنت ورا التريتمنت، شوفوا شلون صار عند البوستير اوبن بايت، هذا يصير بالرابشن بالابر واللور تيث، يحصل على اوكلوزال ستوبر، تمام؟ هاي يستخدموه خاصة باللور إذا كان كوزيتيف فاكتور وسكليتال ماندبل. بعد ممكن أستخدم الهيد جير، هاي بول هيد جير، هذا يختلف عن الفيس ماسك اللي يقدم الماكزيلا، هذا بالعكس هذا يرجع الماكزيلا، يستند يخلي الهيد كاب يصير هو السند
ويرجع الماكسيلا بوستيريوري. ممكن اربطها انترا اورالي باي ريموفبل ابلاينس، او ممكن اربطها ويا الفيكس ابلاينس. شوفون الشخص المستخدمي له هو شخص يعني كانه قاعد يتحول الى البيرمننت دنتيشن بالليت ستيج، تمام؟ البس اسرع شويه ارجع الماكسيلا وراها احوله الى فيكس ابلاينس واعدل بقيه الاسنان. هذا هو الجروث موديفيكيشن في حاله الكلاس ديفيجن 1 مال اوكلوجن. Another options نتابع ممكن يكون orthodontic camouflage أو surgical. طبعا orthodontic camouflage ممكن أسويها removable appliance إذا كان dental problems inside أو mild skeletal problems inside the oral cavity، أو fixed appliance بعدة options. وإذا كان عندي adult و severe case و skeletal والgrowth متوقف عنده، الoption وراه اللي هو surgical correction. رح نشوف الصور اللي عندي. Patient and the proclined teeth، فقط proclined incisors skeletal خلينا نقول 1 أو mild، ممكن أستخدمها في removable appliance أخلي له هاولي arch. هذا شوفون حتى عنده tongue crimp مخلي له هذولا، هذا يمنع tongue protraction اللي forward direction. هذا الهاولي arch لانه active وليس passive، رح يرجع لي ويسد الفراغات الموجودة اللي صايرة between central incisors ويسوي بها retrocognition، تمام؟ يعني حسب الكيس، إذا الكيس كانت يعني مثلا صار بها inclination أقدر أسوي لها removable appliance. إذا أحتاج bodily movement، أحتاج الأسنان كلها ترجع هي والروت، هذاك الوقت ممكن أستخدم له الفيكس fixed appliance. شو ما واضحة بالصورة ويا class 2 elastic أو extraction، ممكن premolars، هاي أحد الطرق اللي ممكن أستخدمها في حالة treatment of class 2 division 1. أتخيل كل السهلة لازم تنتبهولها، والروتيشن مالتها كل الصعب لازم نحافظ على الريزلت ورا ما نحصل على الريليشن الصحيحة، تمام؟ ونستمر على فترة طويلة لأنه الريلابس يكون كلش عالي في حالة الكلاس 2 تريتمنت. بهذه الطريقة خلصنا الكلاس 2 ديفيجن 1. راح نجي على المانجمنت اوف كلاس 2 ديفيجن. بالكلاس 2 ديفيجن 2 التريتمنت ترى ما يختلف عن كلاس 1. حسب الايج والسيفيريتي، واذا كان growth modification camouflage treatment or surgical procedure كلها نفس الشيء، يعني ماكو اختلاف، تمام؟ احنا نشوف الاوبشنات. ممكن اسوي له growth modification، استخدم له functional appliance او fix orthodontic treatment، او ممكن اسوي له surgery. ونشوف هاي الصور بعو، لانه الاسنان دائما تكون retroclined بالupper incisors، هذا twin block وياها مخلين ريكيرف ذا سبرينج على متساوي البروكلينيشن اوف ذا ابر تيث، واضحة؟ إذا يصير بي كروس بايت ممكن أخلي له سكرو، تشوفون فور اكسبانشن، هاي واردة، تمام؟ شوف الصورة اللي وراها، هذا توين بلوك فور كيس اوف كلاس 2 ديفيجن 2، تمام؟ يعني ممكن أستخدم له أحد الطرق اللي يسوي بروكلينيشن اوف ذا تيث بالفانكشنال ابلاينس، أو فيكس ابلاينس ممكن أستخدم له أسوي له بروكلينيشن وأعدل الأسنان مالته. بس الاختلاف الرئيسي بالكلاس 2 ديفيجن 2 راح اشوفه بالسلايد. شوفوا الاختلاف الرئيسي. الاختلاف الرئيسي عادة وابدا جماعه الكلاس 2 ديفيجن 2 عندهم ريدكشن اوف دائما عندهم ديب بايت. لازم الديب بايت اساس شغلي يكون بالكلاس 2 انه اسوي ريدكشن اوف ديب بايت، ونفس الوقت لانه الاسنان صاير بها ريتروكلينيشن لازم اعدل الانكلينيشن اوف تيث. اذا الاختلاف الرئيسي بالتريتمنت بالكلاس 2 ديفيجن 2 انه لازم اعدل الديب بايت، اقلله، يعني الديب بايت اقلله، لازم اسوي ريدكشن اوف ديب بايت اند كوركشن اوف انكلينيشن اوف تيث. انتبه، نتيجة للريتروكلايند ابر واللور تيث راح اشوف. تذكرون احنا أخذنا بالسيفالومتريك الانتر انسايزل انجل، تذكرون؟ قلنا هو اللونج اكسس اوف ابر انسايزرز ويا اللونج اكسس اوف ذا لور انسايزرز يتقاطعون بهاي الزاوية. الزاوية الخارجية لازم تكون بين 130 إلى 135، يعني الحد الأقصى 135 ديجري. يعني البيشنت يكون عنده normal inter incisal angle هي لازم شو تكون 135 ديجري، هي ال upper incisors ويا lower incisors، الزاوية الخارجية وليس الداخلية، الزاوية الخارجية، تمام؟ جماعة الكلاس 2 division 2 شو تتوقعون؟ ال inter incisal angle increased or decreased؟ خلوها تخيلوها، الأسنان من ترجع يصير بيها retroclination اثنيناتهم الـ upper واللور، هاي الأسنان من ترجع هاي الزاوية الخارجية راح تزداد. إذن
الـ inter-incisal angle في حالة الكلاس 2 division 2 دائما يكون increased. لازم احنا بالعلاج مالتنا نزيده ونرجعه للطبيعي، تمام؟ الطرق العلاج الطبيعية عندي حلين، هي انه اسوي correction للديب بايت. من اسوي correction للديب بايت by intrusion and extrusion of teeth. يعني تصور الديب بايت الاوفرلابينج بين الانسايزر زايد، لازم الانسايزرات ادخلها اسويها intrusion على مود تقل الديب بايت، ونفس الوقت لازم اسوي extrusion بالبوستيرير على مود يقل الديب بايت انتيريوري، وتوركينج اوف ذا روت على مود اعدل الروت بوزيشن بهاي الحالة، او اغير الانكلينيشن اوف تيث. هذا الحلين الاساسية على مود اعدل الكيس مال كلاس 2 Division 2. شو راح تصير هاي الحالة؟ هسه راح أوضح لكم يا بس. على مود أحل مشكلة الديب بايت، لازم أحد الخطوات أسوي بروكليشن أوف إنسايزرز. ديب بايت، شوفوا أسنانكم هسه خلوا الإيد فوق إيد جوا، واحدة لازقة بالثانية، حتشوفون الإنسايزرز هذا الديب بايت، يعني معناها ماكو بيها إنكلينيشن. من اسوي بروكليشن بالابر تيث واللور تيث حتشوفون الديب بايت تدريجيا يقل، تمام؟ مرات كميه البروكليشن ما تكون كافيه، احتاج الى خطوه اخرى. الخطوه الاخرى هي الانتروجن اوف انسايزرز. راح تشوفون عندكم مصطلحين، ابسولوت انتروجن اند ريليتيف انتروجن، ما حدا وخكم بيها لانه موضوع خارج عن يعني عن الاندر جراجويت ريكويرمنت، بس أريدكم تفتهمون بعض. إحنا شرحنا بالبايوميكانيكس العام إنه كل فعل رد فعل مساوي بالمقدار ومعاكس بالاتجاه. هذا الكلام أكيد شرحناه، صح لو لا؟ فأنتوا تعرفون عندي ديب بايت، يعني الأوفرلاب الأسنان الإنسايزرز الأبر واللور طولانات، صار بيها إلونجيشن، صح لو لا؟ لازم أقصرها. شلون أقصرها؟ أسوي بيها إنتروجن. إذن يعني الربط التيث لازم اعالجها، شلون اسوي بيها انتروجن. من اسوي انتروجن بالانسايزرز بالمقابل شو حيصير عندي بالبوستيرير؟ العكس، اكستروجن. من يصير عندي انتروجن بالانسايزرز بالتريتمنت وصار عندي اكستروجن بالبوستيرير، هذا يسموه ريليتيف انتروجن، يعني انتروجن متقطع. شو متقطع؟ يعني اني يعني جاني الكيس البيشنت يراد اسوي له انتروجن بالانسايزر، بالمقابل اذا البوستيريور صار بيها اكستروجن ما استفادت من الكيس. لكن اكو كيس يجيني البوستيريور تي صار بيها انتروجن والانسايزر صار بيها اكستروجن، من اجي اسوي انتروجن بالانسايزر البوستيريور تي شو اتوقع يصير بيها اكستروجن حاجتي وياه. هذا شيء يسمون بالريليتيف انتروجن. يعني مقصد كلامي اذا الانتروجن بالمقابل صار اكستروجن، يعني واحد عكس الاخر، انتروجن بالانتيريور واكستروجن بالبوستيريور، شو يسموها؟ بالريليتيف انتروجن. لكن مرات تجيني كيس ديب بايت بالكلاس وديفيجن 2 وفقط الانسايزر لازم احركها، يعني البوستيريور لازم ما تلعب بيها، ما يصير بيها اكستروجن. هذول الاشخاص يحتاج لهم ابسولوت انتروجن، يعني انتروجن مطلق، فقط intrusion for the incisor teeth. شلون اصير هالحالة؟ لازم امنع الاكستروجن بالبوستيريور عن طريق انه ازيد الانكورج، استخدم لتاد temporary anchorage device او ازيد الاسنان بالبوستيريور teeth بمختلف الطرق، محتاج تعرفوها. بس لازم تعرفون انه اكو كيسات تجيني deep bite على مود اعالجها احتاج intrusion بالانسايزرز، ومرات احتاج extrusion بالبوستيرير. إذا أحتاج intrusion بالإنسايزرز وإكستروجن of the posterior، شو أستخدم؟ أستخدم relative intrusion. relative intrusion يعني أخلي الإنسايزرز تصير بيها intrusion وخلي رد الفعل أخليها براحتها بالبوستيرير. مرات يكون البوستيرير normal لكن فقط أحتاج إنه الانسايزرز هي تدخل، بس يصير بيها انتروجن. لازم أسوي absolute intrusion، يعني فقط intrusion for incisors مع المحافظة على البوستيرير بوضعها الطبيعي. زين، واحد حيسأل سؤال، ممكن يكون deep bite والخلل بالبوستيرير incisors ما بيها شيء. هذاك الوقت رح أستخدم المصطلح الآتي اللي هو يسموه eruption of molars.
استخدم في الطريقه انه يساعد يصير فقط عندي الرابشن للمولارات، يعني كانه يصير اكستروجن بالمولرز. شلون؟ راح اشوفه بالسلايد القادمه. باو هاي الصور هنا أنا. باو ها هنا أنا. فيكس ابلاينس نخليه تشوفون احتاج هذول التو سنترال انسايزرز، كتشوفون هذول التو سنترال انسايزرز او الانسايزرز بصوره عامه، تمام؟ احتاج انه شيء يصير بها انتروجن. خليت واير اعلى من مستوى البراكيت، اجي اربط هذا الواير ويا هذا البراكيت. تشوفون الواير بوزيشن مالته وين؟ عالي. من اجي اربطه ويا البراكيت اتوقع انه الاسنان الاماميه شو حيصير بها؟ انتروجين. بالمقابل البوستيريور تي شو حيصير بها؟ اكستروجين، وبراحتها تطلع. بقى هنا هاي سيجمنتد تكنيك، هذا هنا سيجمنتد. هنا ربطنا التيث فقط ويا الابر انسايزرز، يعني البوستيريور ما ربطنا بها، حتى قسم بها ما بها براكيت. هذه تشوفون هذا من نربطه ويا البراكيت مال الابر انسايزرز راح يصير عندي ابسوليوت، فقط الانسايزرات راح يصير بها انتروجين بدون رد فعل بالبوستيريور، تمام؟ هنا شوفوا ربطنا الانسايزرز ويا تاد تمبرري انكورج ديفايس، هذا الامبلانتات الصغار بالانتيريور سيجمنت. هذا الامبلانت راح يشتغل فقط على الانتيريور بدون ما يتلعب البوستيريور بها اي شيء، راح يصير عندي انتروجين. بقى هذا بيفور ذا تريتمنت ربطنا التاد ويا الارش واير الرئيسي بالابر انسايزرز. شوفوا هذا during the treatment، تشوفون شوفوا اللور انسايزرز بينت صار بانتروجين اوف ذا ابر انسايزرز، تمام؟ إذا خلوها ببالكم من تحتاجون pure intrusion for incisors على مود نعالج مشكلة الديب بايت، أخلي ببالي إنه الانتروجن بالديب بايت وحدها pure intrusion، هذا شو يسموه؟ يسموه بالابسوليوت انتروجن بدون ما يصير اكستروجن بالبوستيريور. إذا لا أحتاج انتروجن بالانتيريور واكستروجن بالبوستيريور ما عندي مشكلة، ممكن أسوي انتروجن واكستروجن وحالها كلش بسيط، اخليه براحتها لانه كل فعل راح يصير فعل الها، تمام؟ اذا اريد فقط اسوي ابسولوت انتروجن ممكن اقوي الشغل مالتي باستخدام التمبرري انكورج ديفايس او انذر كيسز اوف انكورج ديفايسز، يعني مثلا استخدم الهيد كاب هيد جير، ممكن ايام زمان كان استخدم هيد كير ما كان اكون اصلا امبلانت، تمام؟ اذا احد الطرق العلاجيه مالتي بالعلاج الانتروجن والاكستروجن ممكن اسوي انتروجن بالانتيرير او اسوي اكستروجن بالبوستيرير كرد فعل الانتروجن، او ممكن اسوي بس انتروجن بالانتيرير، هذا يسموه بالابسولوت انتروجن. باعوا السايد الورا هذا يسموه مولر ايرابشن، يعني شنو معناها؟ معناها انه انا لازم الانتيرير تيف ومخليه فراغ بالبوستيرير تيث بحيث تسمح لي يصير المولرز والبوستيرير تيث كلها بها الرابشن. من تصير بها الرابشن راح تنفتح البايت انتيريوري. هذا اقدر استخدمه حتى بالريموفابل ابلاينس، تشوفون انكلاين بايت بلين، تمام؟ واذا استخدمت لي او بايت بلين ستريت، اذا استخدمت لي انكلاين بايت بلين حتى الكراودينج اللي صاير باللور ممكن انه تتعالج وتنحل المشكله. دوختكم شويه، هوايه معلومات بيها بس معلوماتها كلش بسيطه. اهم شيء تعرفون الفرق بين كلاس 2 ديفيجن 1 وديفيجن 2. مبدا التريتمنت واحد حسب الايج، حسب السيفيريتي. اذا كان سكليتر لو دينتال، اذا كان سكليتر صغير استخدم له جروث موديفيكيشن. شويه بالكلاس 2 ممكن اعطل التريتمنت الى تقريبا الى ان نوصل مرحله الايرلي بيرمننت دينتيشن تايم او اكتف جروث تايم، تمام؟ البقيه التريتمنت ممكن يكون اورثودونتيك كاموفلاج او سيرجيكال تريتمنت. الاختلاف الوحيد بين كلاس 2 ديفيجن 1 وديف 2 بالتريتمنت هو انه بالتيف 2 لازم اعدل الانكلينيشن اوف ذا تيث، لانه كل الاسنان صار بها ريتروكلايند، واعدل الانتر انسايزال انجل وافتح البايت وافتحها عن طريق الانتروجن والاكستروجن والمولر ايرابشن. معلومات بسيطة إن شاء الله تكون واضحة، وإذا أكو أي سؤال أي استفسار أنا مستعدة. بقالكم آخر شيء اللي هو الكوز أوف ذا ليكتشر، إن شاء الله تجاوبوني عليه، والحد الأقصى للإجابة راح يكون يوم الخميس القادم، مو الجمعة، يوم الخميس القادم، تمام؟ أتمنى لكم كل التوفيق، وأي سؤال أنا مستعدة للإجابة. وإن شاء الله أي تعليمات جديدة تطلع لكم إياها إن شاء الله راح أنزلكم إياها
أتمنى لكم كل التوفيق وشكرا جزيلا.